أيها الأحباب متتبعي ومتتبعات قناة بدرة، السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة من أخيكم عبد الرزاق من مدينة مراكش. أحببت أن أشارك معكم تجربتي في زراعة الأسطح، الزراعة المنزلية، فمرحبا بكم. هنا أولا نبات الألوفيرا، هذا هو النبات الأم اللي كان عندي، زرعته في هذا الوعاء الفخاري. كان عنده العديد من الخلافات، منهم هذا الزوج هذا اللي كتشوفوا الآن، وهناك خلافات أخرى نشوفها في الخارج إن شاء الله. هذا نبات العنكبوت، نبات جميل، كانوا فيه كذلك العديد من الخلافات. أنا حولته لهذه الأسس البلاستيكية الصغيرة. نبات جميل، منظر جميل، نتابع في الخارج إن شاء الله. هذه شجرة العنب كما كتشوفوا، هي مزروعة في وعاء فخاري تقريبا من 40 سنتيمتر. كان نمو خضري ممتاز، ولكن للأسف بفعل الحرارة اللي مرت في مدينة مراكش في رمضان وقبل رمضان، فكان احتراق للأسف، وما كانش وقت باش نعتني بها. كما كتشوفوا الآن الحمد لله هناك نمو خضري ممتاز، وهي تسير في الاتجاه الصحيح. هناك شجرة أخرى ديال العنب كذلك كما كتشوفوا هنا. هنا أحاول أنني كنعمل الكومبوست، الحاوي البلاستيكي ديال الدقيق. في الآخر هنا مخلفات النخيل اللي كنستعمل كسماد، وهنا كاين مخلفات الدجاج، هي كذلك استعملها كسماد طبيعي. هنا قمت بزراعة الفول من يومين تقريبا، وهنا يعني الدجال كما كتشوفوا راه كاين تضرر ديال اوراق فعل الشمس. هذا يعني هاد الشتله هي اللي بدات تسترد قوتها، اخذنا منه العديد يعني من المنتوج، وكان يعني رائع. هذه شجره ديال عباد الشمس كما كتشوفوا، نبات رائع كذلك، لم يكن عنده إزهار واحد ولكن إزهارات متعددة، يعني نبات غريب. هذا هو مزروع في إناء بلاستيكي صغير. هذا النواة ديال التمر، رمضان زرعتها الحمد لله عطاتني هاد الشتلة، حتى نقوم بالنقل ديالها لوعاء أكبر. هنا شجرة ديال الإزجاص، نمو كذلك ممتاز الحمد لله، سأقوم بالتقليم ديالها من بعد. هنا قمت باستنبات القرع العادي والقرع السلاوي المكور، العديد من النباتات. هنا الدلح، الدلح الحمد لله انتم كتشوفوا راه كاين نمو، كاين انبات، كاينين زريعات اخرين هنايا، واحدة اخرى هي هذه الشجرة ديال الكرم، كذلك نمو خضري ممتاز. هنا كاين ازير، خصوص ديال الازير، فانا قمت يعني بفعل الحجر الصحي اللي كاين الان. انا استغل يعني اي حاجة وجدتها كنزرع فيها، ماشي بالضرورة تكون يعني وعاء من نوع خاص او كذا. من بعد الحجر الصحي ان شاء الله تم تحويل هذه العقل لاواني اخرى. هذه الشجره ديال المزاح، كما قلت لكم ان كاين تضرر فعل الحراره، فانا قمت بازاله جميع الاوراق اللي كانت الفوق كلها احترقت. كاين الحمد لله الان نمو خضري ممتاز، فنشوف الاتجاه ديال النمو ديالها، اقوم بالتقليم ديالها باش تاخذ الشجره الشكل ديالها الصحيح. هنا كاينين نباتات عطرية، النعناع، اللويزة، النعناع الصوفي، مرد الدوش، هذا النعناع العبدي، هذا النعناع العادي، هذا مرد الدوش، هذا عمره أكثر من 3 سنوات، يعني أقوم بالقطع ديالو من الجذر
ويكون نمو من جديد. هذا النعناع الفليوي كما كتشوفوا، يعني نمو خضري ممتاز، تقريبا اكثر من سنه وانا كناخذ من هذا، ودائما كيكون النمو ديالو. هذه العطرشه مع الورده ديالتها الجميله. هنا كاين واحد العقلات، هي كانوا شجيرات في الحقيقه ديال المون، كانوا عندي ثلاثه ولكن احترقوا حتى هما للاسف. بقات هذه حتى نشوف كيفاش هذه تتم، واش تقدر تكون تحيه من جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. اللي مالا هنا شجره ديال التفاح كما كتشوفوا، راه كاين منتوج لاول سنه، اول تجربه الحمد لله، راه كاين منتوج ممتاز كما كتشوفوا في جميع الجهات ديالها، كاين منتوج ممتاز. هنا قمت بزراعه الاناناس، يعني من هذاك الراس ديال الاناناس كما كتشوفوا راه كاين نمو الحمد لله. هنا كذلك هادو هما الاوراق القديمه اللي كانت، هي كتشوفوها، وهنا راه كاين نمو، هنا كيبان بشكل جلي وبشكل اوضح النمو ديال الشجيره ديال الاناناس. هنا من الشجره ديال نبيل الليمون الكبير نبيل، حتى هي شجره بدات كتسترد الرونق ديالها والجماليه ديالها. هذوك الخلافات ديال الالوفيرا قمت بالنقل ديالهم هنا، والحمد لله انتم كتشوفوا راه بداو كيعطيو خلافات جديده حتى هما. هذه الشجره ديال الخوخ قمت بالزراعه ديالها فقط من نواه، يعني من هذيك العلفه كاينه هي، وكاينين جوج ديال الشجيرات اخرى غنشوفوهم من بعد. هنا الشجيرات ديال الفلفل الحلو كما كتشوفوا الحمد لله راه كاين منتوج، هنا كاين منتوج الحمد لله كما كتشوفوا، خديت لنا شحال من مره للمنزل وهو كاين منتوج الحمد لله. هاد النبته ما عرفتش الاسم ديالها، هي سهله الزراعه فقط من هاد العود، كتزول له هاد الورقات هادو كديرو في التراب كينمو بسرعه، كتعطي واحد الورده جميله صغيره. هنا القرع العادي، القرعه اللي كنديرو في كسكسو، القرعه الحمراء عمرها شهر تقريبا. هادي هنا كاين السيترون الليمون الحامض كما كتشوفوا، راه كاين منتوج الحمد لله هنا، وكاين هنا كاين نموات، يعني حبيبات جديده، كاين ازهار، يعني الاشجار كلها بعد ما قمت بالتغطيه ديالها من الحراره فهي بدات كتسترد العافيه ديالها. هذا نبات ديال عباد الشمس واحد اخر كما كتشوفوا، راه كاين ازهار ديالو الحمد لله. هنا كاين القرع السلاوي، ها هو قمت بالتعليق ديالو هنا، هو راه صعد الفوق الحمد لله، هو طالع نمو خضري كذلك ممتاز. كاين الحبق، ماشي الريحان، الحبق يعني نمو خضري ممتاز كذلك، رائحة أروع. كاين هاد النخل الرومي، هادي عمرها أكثر من 10 سنوات، أول شتلات جبت للمنزل هما هادو، ثلاثة نخلات كاينين جوج في باب المنزل، وكاين هاد جاية احتفظ بها هنا في السطح، هي في وعاء فخاري من 50 سنتيمتر تقريبا، تنمو بشكل جيد. هادوك الخلافات ديال الألوفيرا كما قلت لكم، هاد النبتة هادي معرفتش الاسم ديالها، أظنها من العصاريات، هي عندها هاد الوردة، هاد الوردات هادو هاكا كتمشي، شجيرة ممتازة. هنا أقوم بإنبات الشعير الدجاج كما كتسمعوه هو الآن، يعني كيموت على هاد الشعير بهذا الشكل. هذا كاين قصب هذا كاين هنا، نقوم من بعد بالنقل ديالو لأنه بيبدا يتضايق هنايا. كاين أزير مرة أخرى كما كتشوفوه ممتاز كذلك، الصبار، نبات الصبار هذا هو الأصل، اللي هي النبتة الأصل كانت في هذا الحجم اللي خديتها تقريبا، الحجم ديال هادو
انتما كتشوفوا نموات فرعية كثيرة، وانا قمت بالنقل ديال نموات اخرى هنايا، هي الكهية الحمد لله راه مزيانة. هذا نبات الهيبيسكوس، وكذلك استرد العافية ديالو، نمو خضري ممتاز، بدا كي نمو وكاين اتجاه ديال باش يكونوا الوردات ديالو هنا وهنا الحمد لله. النبتة ديال العنكبوت مرة أخرى بعد التدليات ديالتها، تعطي يعني واحد المنظر جميل. هذا الحمض بلدي، للأسف تضرر بفعل الحرارة والرياح اللي كانت يعني كان تساقط ديال جميع هذوك النموات ديالها اللي كانت الشجرة الخوخ كما قلت لكم مرة أخرى، الشجرتين هذه واحدة وهذه واحدة. هنا كاين الدنجال الحمد لله انتم كتشوفوا راه كاين منتوج، خديت منه شحال مرة للمنزل، ها هو كاين الحمد لله منتوج كما كتشوفوا، منتوج ممتاز. هنا كاين الفلفل الحار لعشاق الهريسة، كاين الانتاج هنا الحمد لله كما كتشوفوا هنا باللون الاحمر هنا في البداية ديالته، وكاين ازهار. هذا كله الشجيرات تقريبا العمر ديالها سنة ونصف. هنا المندرين، الشجرة ديال المندرين هي كذلك تضررت، ولكن الحمد لله بعد ما قمت بالتغطية ديالهم الحمد لله بدات كتسترد العافية ديالهم. راه كاين الحمد لله هنا انتاج، كاين هنا، كاين هنا، كاين في الطرف الآخر، كان إزهار هنايا ولكن ها هو التقلب راه ولا الحمد لله كان العقد ديالهم، ها هما ولاو هنايا ليمونات صغار. هنا زرع فيها البطاطا في هاد السطل، يلا زرعتها. وهنا البطاطا راه دايرها في هاد الوعاء ديال الدقيق، كما كتشوفوا وعاء النمو خضري ممتاز كذلك الحمد لله. وهذه نبتة ديال عباد الشمس، راه كان انبات، كان ازهار، وهنا امتلأت على الاخر ما كتشوفوا امتلاء على الاخر ديالها الحمد لله. نتمنى انه تعطينا منتوج جميل. وهنا كاين المعدنوس، زرعت فيه المعدنوس، نتمنى الله تعالى التيسير. أنا أقول للإخوان جميعهم ما يعجزوش، هذه هواية ممتازة فيها راحة البال وراحة الترويح للنفس ومواكبة للنبات، استفادة الحمد لله، أكل طبيعي ممتاز، مذاق ممتاز. وتحية لأخينا في قناة بدرة، لأننا استفدنا منه الحمد لله الكثير والكثير من نصائح جلوت وجهات، وشكرا له. السلام عليكم ورحمة الله.